تابع من السعودية مشاهدينا هناك. أفاد مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بأنه يجوز لأقارب المتوفى الذي يدفن خلال فترة انتشار وباء كورونا أن يصلوا عليه عند قبره بعد انتهاء هذا الوباء، وقال إنه لا حرج في الصلاة على الغائب في بيوت متعددة حتى لا يحصل اجتماع قد يسبب انتشار هذا الوباء الخطير. جاء ذلك في إطار إجابته على بعض الأسئلة التي عرضها عليه وزير الشؤون الإسلامية دكتور عبد اللطيف آل الشيخ. يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كانت قد منعت إقامة صلاة الجنازة في المساجد ووجهت بإقامتها في المقابر وبعدد محدود، هذا كأجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا.